جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: تضايق في بعض الأوقات فأذهب إلى امرأة كبيرة في السن وهي جارة لنا وأتحدث عما يضايقني فتخفف عني وتصبرني بتوفيق الله، فهل في عملي حرج؟ أفيدوني أفادكم الله. لا حرج في هذا العمل، وهذه المرأة التي تذهبين إليها هذه امرأة فيها خير، إذا كانت تطمئنك وتفتح لك باب الأمل بالله عز وجل وحسن الرجاء، هذه امرأة طيبة ومجالستها فيها خير، فاذهبي إليها. نعم.